عشق الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. خناقة شغالة اليومين دول بين الرجالة والستات على السوشيال ميديا، والحقيقة الخناقة دي مش جديدة، هي قديمة وقديمة جدا، لكن كل فترة بتتجدد الخناقة. إيه هي بقى الخناقة؟ إن الست مش واجب عليها خدمة الزوج بأي حال من الأحوال، وهو واجب عليه يجيب لها شغالة حد يساعدها يعني في البيت، ولو مش قادر يبقى يخدم نفسه ويعمل بقى أكله وشربه وغسيله وطبيخه، ولو الزوجة عملت كده يبقى ده تطوع وتفضل منها مش واجب عليها. طبعا الرجالة ما عجبهمش الكلام ده فدعبسوا كده برضو وقالوا أصل الشرع ما أوجبش على الراجل غير النفقة الأساسية بس، يعني أكل وشرب وسكن وبس، واللبس طقم واحد في الصيف وطقم واحد في الشتاء، ولو تعبت ما يعالجهاش. ازاي يعني؟ ابوها بقى اللي يعالجها يعني، ولا بقى موبايل ولا اكسسوارات ولا ميك اب ولا عربيات، ايه ده؟ هي العيشه دي كده تنفع؟ طيب هل ده راي الشرع بجد؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ احمد. اهلا وسهلا، ربنا يكرمك. ايه اللي دخل الميك اب والموبايلات في الليله دي؟ شفت بقى برضه في خناقه في الموضوع ده. شيخ احمد انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وربنا يحفظك ويسترك ويحميكي. ايوه. انا عارف. امين. وكل الساده المشاهدين وكل يعني من هم خلف الكاميرا يعني والكنترول طبعا عشان اسامحهم دلوقتي. وفكر كويس يا شيخ احمد في الاجابات النهارده، فكر كويس. انا نصير المراه، ما تلاقيش. برافو برافو. لان المراه هي نصف المجتمع، هي التي انجبت النصف الاخر يعني. فهي مجتمع باسره، وهي مراتك اللي مستنياك في البيت. ده تهديد صح؟ ايوه. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدا بقى الحلقه. يلا. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا اللهم أمين. أنا ما أعرفش إن هو ترند أصلا الموضوع ده أصلا إلا تقريبا بالليل يعني. يعني أنا ما أعرفش إن في خناقة أصلا دايرة على السوشيال ميديا. أيوه. إلا بالليل يعني، لما بيقولوا لي خلي بالك ده في خناقة كذا كذا عن مسألة خدمة المرأة لزوجها. خلينا بس نتكلم في الأول، نقول أن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، والله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الدرجة دي هي حق القوامة. فنيجي بقى لقضية خدمة الزوجة. لا شك إن العلماء اختلفوا يعني. يعني أنا هتكلم بس، خلينا نتكلم في الحكم الشرعي وبعدين نقصر يعني، إحنا بنقصر المسألة وبعدين نتكلم. الجمهور فعلا قالوا والله ولا يجب يعني، هو من باب الفضل وبتاع وإلى آخر. لكن تعالي نرجع لأيام زمان. أيام زمان كان في الجواري صح كده، وكان الراجل البيت الأعراب يعني تلاقي عنده ممكن عبد، ممكن عنده أمة فعمالة تخدم. طب الزوجة هتعمل إيه؟ يعني زوجة عادة معززة مكرمة. الحمد لله اتلغى الرق بقى في الإسلام، الحمد لله ما بقاش موجود دلوقتي خالص الحمد لله. فبدأنا إيه، كل بيت بقى يشيل يقوم بمسؤولياته يعني بنفسه بقى. فالراجل بيه ليه الخدمة الظاهرة؟ يعني إيه الخدمة الظاهرة؟ اللي هو يشتغل، اللي هو يجيب الفلوس من عرق جبينه، اللي هو يطلع عينه يعني برة، فيبدأ يجيب الفلوس ويشتغل وبتاع. فيعني الراجل بيجي آخر النار ومهدود مش قادر، فبيبقى جاي بقى محتاج لقمة، محتاج يريح، وهو طالع الصبح يلاقي الهدمة نظيفة بتاع. ففي عمل باطني اللي هو عمل البيت، فده على المرأة. ف
فنيجي الكلام الفقهاء نلاقي الكلام ده قاله الحنفية، قال لك لا ده يجب يا جماعة، الزوجة يجب عليها الخدمة دي. وبعض المالكية وكثير من أهل العلم وابن تيمية كمان في المسألة دي. إيه ده يعني إيه؟ قالوا شوفوا العقود المطلقة، العقود المطلقة دي بتنزل منزلة العرف. نشوف العرف بيقول إيه. العرف اللي أنا لما أجي أتجوز واحدة هو في إيه بقى؟ الجواز عبارة عن إيه بعد كده؟ إن هي بقى هي بتأجي من الشغل، عاملة لي الأكل، غسلة لي الهدوم بتاع. طب وإنت اللي إنت بتصرف عليها اللي هي في حاجة اسمها خدمة ظاهرة، هي مش هتطلع بقى تصرف عليك. فأنا بشتغل طول النهار وباجي الساعة 11 بالليل 10 بالليل مهدود يا عيني، فأنا عاوز أكل. فمش هتقول له بقى ادخل بقى أصل الشيخ قال لي، لا الكلام ده مفيش كده. لأني ابن عابدين رحمه الله في الحاشية يقول لك ده كله من باب العرف. العرف بيقول إيه يا جماعة؟ العرف اللي احنا عايشين فيه ده بيقول ايه؟ طب ايه الدليل على الكلام ده يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ قالوا اولا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما السيده فاطمه وهي بنت النبي، يا بنت القائد الاعلى يعني، راح عشان تجيب خادم، بتقول للنبي انا عاوزه خادم بقى يعني يكفيني المؤونه دي. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قسم الاعمال بين فاطمه وعلي رضي الله عنهما، اللي هو سيدنا علي عليه الاعمال الظاهره و السيدة فاطمة عليها الأعمال الإيه؟ عليها الأعمال الباطنة. حاجة تانية، ستنا أسماء بنت أبي بكر كانت زوجة الزبير بن العوام، وبعدين ستنا أسماء وهي بتقول بقى أنا كنت تعبانة قوي في خدمة البيت فكنت بعلف الفرس. وبعدين تعرف الزمان الدق النوى، عارفة كان في حاجة اسمها الرحاية دي ودق النوى، فحاجة متعبة وبتتعب الإيد، وكانت بتخدم البيت وتعلف الفرس وتكنس وتعمل و و إلى آخره. وما أنكر أحد عليها ذلك، لأن دي اسمها أعمال إيه؟ أعمال باطنة. نيجي النقطة الثانية، يبقى هنا الراجل عليه الأعمال الظاهرة والمرأة عليها الأعمال الإيه؟ عليها الأعمال الباطنة. لو أنا استدعيت القول اللي هو لا يجب دي فيها خراب للبيوت، لأن الراجل هيبقى تعبان. ماشي، بس في حاجة بقى يعني مثلا دلوقتي الست بتنزل كمان تشتغل، مش زي زمان ان الراجل هو اللي بيشتغل وهي قاعدة في البيت فهي بتعمل الحاجات بتاعة البيت، لكن دلوقتي هي كمان بتنزل معاه وبتشتغل وهما الاتنين بيساعدوا مع بعض في مصروف البيت ومصاريف ولادهم. قلت العرف بيقول ايه؟ الأعراف. ما هو انا ولذلك انا بدأت وعاشرهن بالمعروف، فكل حق يقابله واجب. هي بتنزل وانا بنزل واحنا بنيجي مع بعض، احنا الاثنين من شغل او شغالين في مصلحه واحده او ما الى ذلك وبنيجي. ايوه انا ما اقعدش بقى كده وحاطه رجل على رجل اقول لها اشتغلي. لا، ما انا مساعد. ما كان النبي في مهنه اهله، هي القضيه قضيه دين في النهايه. كان النبي في مهنه، اما بيقولوا السيده عائشه كده حدثينا النبي كان بيعمل ايه؟ قالت كان في مهنه اهله عليه الصلاه والسلام، فاذا حضرت الصلاه قام كانه لا يعرفنا ولا ايه ولا نعرفه. لكن نيجي لنقطه ثانيه اللي هو في المقابل بقى، هي مش عليها، لا يجب على الزوج ان يمرض زوجته. ده واجب، ده واجب شرعي، مش واجب اللي هو لا، يجب على الزوج ان زوجته. انا بعجب بالكلام ده والله. يعني طبعا مفيش حاجه اسمها اللي هاتي صدقه حد، مفيش الكلام ده. الحاجه الثانيه اللي هو كساء بقى، كسوه الصيف والشتاء. يا جماعه كسوه الصيف والشتاء دي مش اللي هو كساء واحد. انا يقضيني في الشتاء ايه؟ زمان بقى طبعا لو كان بيروح يمين ولا بيروح شمال، ده قاعد في المنطقه بتاعته في القبيله بتاعته في وما الى ذلك، فهو هيروح فين؟ هو مش هيروح بين دويرات اهلي زي ما بيقولوا كده. فكسوه الشتاء اللي هي ايه؟ اللي يقضيه في وقت الشتاء. احنا كذلك الامر لما بيجي ننزل نجيب لاولادنا، والله الشميز ده انا هجيب له اتنين يقضوه السنه دي في الشتاء، كام بنطلون اتنين، مش عارف ايه الشوز هجيب له واحد مثلا يدوبك وهكذا. فدي اسمها كسوه شتاء. كذلك الامر هما بيقولوا عليه كسوه الشتاء وكسوه الصيف، مش شرط يبقى عبايه واحده، لا ما حدش قال الكلام ده ابدا على الاطلاق. لكن الزوجة واجب عليه أنه ينفق عليها، واجب عليه أن هي عية يمرضها، ده واجب عليه. وإحنا بقى مش عاوزين نستدعي اللي إحنا نقول هو واجب ولا مش واجب. لا، هو أنا متجوز إيه؟ ولذلك القرآن يقول كده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن إيه؟ عليهن درجة. بالمعروف بقى مش بالخناقة، علشان هنقعد بقى نقول أنا عليا أنت عليك، البيت هيخرب. ما هو ما العرف بيقول انا بتجوز يبقى الامر خلاص كده بالحب. صحيح صحيح. طب ناخد اول تليفون. استاذ محمد اهلا وسهلا. الو، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر مولانا الشيخ احمد الملكي، ربنا يبارك فيك. انا 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 عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. يعني الحلقه دي المفروض تكون خدمه الزوج للزوجه مش خدمه الزوجه للزوج، لأن الزوجات والله 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 شايلة فوق طاقتها فوق طاقتها فوق طاقتها. حضرتك متجوز ها؟ يعني الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل السيدة عائشة على كتفه عشان تتفرج على الفرح. صح. ف ف ف
يعني فضلا وليس امرا. يعني خلي الحلقه خدمه الزوج للزوجه، اللي من غير الزوجه لا في بيت ولا في وطن ولا في دنيا. حضرتك متجوز؟ انا متجوز والله، وحاطط مراتي تاج فوق راسي. ربنا يحفظها لك ويحفظك. وهي قاعده جنبك؟ لا والله هي قاعده في الناحيه الثانيه تعبانه، ربنا يشفيها ويشفينا ويشفي كل مريض. ربنا يشفيها شفاء تام يا رب. والله 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 لو لفت ما بقى في وطن. ما هي نصف المجتمع وهي اللي انجبت النصف الاخر، فهي مجتمع. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. انا متاسف لمقاطعتكم واشكركم على ذوقكم والله. والله سعداء جدا يعني، سعداء جدا. هو ده اللي احنا بنتكلم بقى، اللي هو كل حق يقابله واجب. انا الزوجه اولا مش واجب على الزوجه انها تشتغل، بس عشان نكون بس المساله دي الواجب هي اللي على الزوج، هو اللي اشتغل وهو اللي ستتها، اللي هو بيقولوا يستتها ويعززها ويكرم، لان الزوجه دي مصونه، ضره مصونه يعني. فالزوج لا يبدا يشتغل ويجيب لها، ينفق عليها. يا جماعه دي زوجته. يعني ايه زوجته؟ انا كنت بتكلم مع حد فبقول تخيل، انا اسف الالفاظ اللي انا هقولها دي، ان الزوجه دي الله عز وجل اباح للزوج ان ينظر الى ما لا يحل للاب ان ينظر اليه. انت خلاص، فكيف يعاملها؟ لا ده يرقيها، ده يحطها فوق ايه؟ فوق راسه. حتى لو كانت هتغلط، لان الزوجه مش بس اكل وشرب وبس وخلاص يعني. طبعا زوجتي سامعاني يعني، ربنا يستر. فاللي هو قضيه ان هي كمان الاولاد، خدمه الاولاد. الحمل ده صعب جدا على المراه، وبعدين ضعف على ضعف كما ذكر القران يعني. الحاجه الثانيه قضيه الرضاعه، ده مشقه كبيره جدا جدا جدا. قضيه التربيه مشقة، ومع ذلك بتبقى يا عيني شايلة الطفل ولا حطاه جنبيها لو عيط، وواقفة في المطبخ وراها حجاية و إلى آخره. فكل ده المفروض في الأصل يعني إن الزوج يبدأ إيه؟ يساعد زوجته في هذه القضية. طب أنا ليا سلف في الحتة دي؟ أطفال سيدنا النبي، ده سيدنا النبي كان سيدنا النبي كان الثياب بتاعته لما تتقطع كان يبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يرقعها عليه الصلاة والسلام، يخيطها كده عليه الصلاة والسلام. كان الحذاء بتاعه لما ينقطع كده فيخيطه النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدة عائشة بتقول هو كان سيدنا، هو البشر، هو النبي، هو ده نبي بشر على فكرة عليه الصلاة والسلام، اللي هو محدش بقى يقول ده هو النبي. أيوة يا جماعة، بس دي البشرية بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة للعالمين، هو قدوة لينا. فلو أنا عاوز أبقى بقى إيه إنسان فاضل كريم، لابد أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ناخد مريم. أهلا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. أيوة حبيبة قلبي، عليكم السلام، اتفضلي سؤالك وعلي صوتك. ازيك يا دعائك؟ أهلا بيكي. عامل ايه؟ الحمد لله. عايزة أكلم بس الشيخ أحمد أسأله على حاجة. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. بقولك يا شيخ أحمد، اتفضلي. انا متجوزه ومخلفه. كويس. ونصلي على النبي يا رب. يعني قبل ما اتجوز كنت وانا بيت كنت بمد ايدي يعني وبسرق وفهم من بيت اهلي مش من بيت حد. يعني بيت بابا مثلا؟ زي ايه مثلا؟ تاخدي ايه؟ لا وانت يعني بنت فلوس. يعني وهي بنت فلوس وأنا مثلا بنت. لما تكوني عايزه فلوس تاخدي. اخد واحلف اقول لهم والله انا ما خدت وبحلف ستي يعني. ايوه. وبعدين اتجوزتي بقى؟ ربنا كرمني بواحد، ربنا يعني بصي احلى واحد في الدنيا. طب ما شاء الله ربنا. ايه الحلقه الحلوه دي النهارده؟ ما شاء الله، ربنا يهديكوا لبعض يا حبيبتي. يا رب ربنا يحفظك. يا رب يخليكي. بس برضو في حاجه ضاعت من اختي. ماشي. يعني تعب وكده. بس اللي كان في جنبي اللي انا خدته واديته لواحد، بس والله العظيم ما حصل. مين اللي بيتهمك؟ اختك يعني بتقول لك انت خدتي الذهب بتاعي؟ واديته لواحد. وانت ما عملتيش يعني. والله العظيم ما عملت وحياه ربنا. طيب ماشي. طيب. انت عندك كام سنه؟ انا دلوقتي عندي 23 سنه. ده لسه يعني في مقتبل العمر يعني، ربنا يحفظك ان شاء الله. يا رب يخليك. حاضر حاضر حاضر. يعني اولا انا مش هقول ان اللي تم وهي بنتي دي سرقه، انا مش هسميها بمفهوم السرقه. هو الطبيعي بقى انا محتاج حاجه فراح اخد من درج بابا بتاع يعني، انت يعني المسائل دي كلها. لكن لو بابا بتقول لي بابا وماما انا كنت على فكره وانا كنت صغيره كنت شقيه وكنت بعمل كذا كذا كذا، انتوا مسامحيني بقى يا بابا ولا ايه؟ هات بقى راسك ابص يعني بالخفه الدم دي.
لكن طبعا هي قالت حاجه عن زوجها جزاه الله خيرا، يعني لان ده الاصل ان المراه تعترف بالفضل، وكذلك الامر الرجل يعترف بالايه؟ بالفضل. وبالمناسبه انا عاوز اقول حاجه بس، كان الامام احمد رحمه الله بيقول مكثت مع ام صالح او مكثت ام صالح معي 20 سنه. كم سنه؟ 20. قال ما رايت منها شرا قط في العشرين سنه. العشرين مش ثانيه، سنه. 20 سنة إلا في مرة واحدة وكنت لها وكنت أنا لها أظلم. يعني أنا اللي كنت ظالم في الحتة دي كمان. فهنا حتى رب الفضل، إحنا محتاجين اللي إحنا نعمل ده، اللي يبقى عندنا المروءة دي وعندنا الفضل ده، واللي أنا أحب زوجتي بالطريقة دي. لأن يا جماعة حب الزوجة دين، حب الزوجة دين، أنا باخد ثواب عليه. يعني حد يجي يقول والله أنا أنت بتحب زوجتك؟ أيوه أنا بحبها، لأنها بحبها، اللي هو الحب، اللي هو الحب بين الطرفين، فأنا باخد ثواب ده. بحبها لانها ام اولادي، ده باخد ثواب كمان عليها. بحبها لانها شايلاني، يعني هي برضو ما هو انا كنت هتلطم من غيرها، يعني هروح الشغل واجي فهغسل وهطلع شغله العزوبيه دي، لا ده هي جزاها الله خيرا، فده دين، فباخد ثواب على المسائل دي كلها. فده الفضل، فبتقول جزاها الله خيرا احلى واحد في الدنيا. شوف هي شايفاه يا رب دايما يكون في نظرها كده، اللي هو احلى واحد فين؟ احلى واحد في الدنيا. الحاجه الثانيه بتقول ده اصل انا اتهمت في كذا، لا هو البينه على المدعي واليمين على الايه؟ على من انكر. فهي بتقول والله خلاص ويكفي المسألة وانتهت، فأدم ما خدتش حاجة يعني. تمام. طيب نرجع بقى نكمل كلامنا قبل ما الوقت كده ايه يجري. لا الوقت جري، لازم نطلع فاصل. طيب هنطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا معاكم مشاهدينا، خليكم معانا. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية، معانا مبادرة استبق الخيرات برعاية الجمعية المصرية. في حديث مرعب بالنسبة لي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. يعني انت ما شاء الله مثلا يبقى عندك أكل، شرب، فاكهة، عصير، تفطر، تتغدى، تتعشى، وجارك يعني جعان مش لاقي ياكل، وانت عارف بتقول وانا مالي، كل واحد ايه يشيل شيلته. خلي بالك النبي بيقول ليس منا، يعني موضوع كبير، يعني موضوع خطير. احنا في فقرة الخير بنقدم لك حالات داخلة في الحديث ده، وهو انت عرفت حالتهم عن طريقنا، فالحجة قامت علينا كده كلنا. ربنا يقدرنا ونقدر مع بعض نساعدهم. مبادرتنا استبقوا الخيرات. انا برحب بضيفي مره تانية طبعا الشيخ احمد الملكي. اهلا يا شيخ احمد مره ثانيه. يخليك يا رب يحفظك. عايزه بقى حضرتك تشرح لنا الحديث. انت قلت حديث مرعب، نشرحه ليه بقى؟ نخوف الناس. ما هو مرعب فعلا. مرعب بجد، يعني اصل كلمه ليس منا دي مش سهله. يعني ايه ليس منا؟ طيب يعني ايه ليس منا؟ انت شايفاه ايه ليس منا؟ ليس منا يعني لا في اخلاق الاسلام ولا رحمه الاسلام بس ولا ما طلعش من الاسلام. لا طبعا. طيب عشان بس ايه ما يعني لا 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 لا، الطلوع طيب من الاسلام دي حاجه كبيره جدا، اصلا خط احمر محدش يتكلم فيه. عارفه اللي هو من باب التخويف بس. طبعا لا لا، باين من باب التخويف حتى يحث الناس على قضيه تفقد الجيران. لاني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه انه سيورثه. اللي هو في الاخر ايه؟ لو واحد، لو انا مت فجارك ده اللي هيورثك، ده اقرب واحد ليك يعني. وبعدين يقول لك النبي وصى على سبع ايه؟ جار. على سبع جار يعني. وعندي سيده عائشه كانت بتقول لا 40 جار. فالواحد احيانا بيبقى قاعد في البيت كده، في البرج اللي قاعد فيه ولا العماره اللي قاعد فيها، وبقى عنده شقه قدامه وشقه جنبيه وهو تحتيه وفوقيه، وهو ما يعرفش اصلا يعني الجيران اخبارهم ايه. فدي اشكاليه كبيره، ان هو الانسان لابد ان يتفقد الجيران، ويبدا يحاول بقدر الامكان. ربما يكون مريضا، ربما يكون فقيرا، ربما يكون معدما، ربما يكون محتاجا، وهو عفه نفسه منعاه اصلا ان هو يتكلم. فانت لابد تسال. انا ان شاء الله جاي ازوركم النهارده، نشرب مع بعض كوبايه شاي، من خلال بقى النظر في البيت تشوف الدنيا اخبارها ايه، الجو العام، تحس ان هو، فتبدا مالك يا صاحبي انت زعلان، طب انت مريض، طب انت عندك كذا، طب انت عندك كذا. فعشان كده يبدا بقى الانسان احيانا بقى، احيانا خاصه احنا كان زمان لما نيجي كده في وقت رمضان، انا شفت ده، اللي هو تلاقي الناس اللي عندهم ارض
وعندهم بهائم اعزكم الله، تروح قبل رمضان بعد 15 رمضان بالذات، يعني بعد 15 في النص الثاني كده، فيبدا بقى الناس اللي هم عندهم الارض والبهائم كده يجيبوا ايه؟ يجيبوا لبن للناس اللي ما عندهمش. بيبداوا ليه؟ بدل خلاص احنا هنعمل كعك العيد، فكعك العيد ده يحتاج الى لبن، فهنعمل بدل، وما فيش بقى هيروح يشتروا. طب وليه يشتروا؟ طب ما انا يعني اديه من باب الهديه مش من باب الصدقه كمان، ده دي هديه. فتلاقي كان الجيران يعملوا كده، وقت موسم مثلا زي الذره، زارعين ذره ولا بتاع، يروح جايب ذره بقى اللي هو الذره المشوي ده، يروح رايح جايب ذره اخطر وموزعه على الناس وهكذا، وناس زارعين بطاطس، ناس مش عارف كذا. لما يجي في وقت، ونشوف كده زمان كده في المسلسلات القديمه كنا نشوف في اللي هو ايه، لما يجي وقت عاشوراء تلاقي الجيران عمالين يهادوا، بيهادوا البعض، بيتفقدوا بعض في المسائل دي. اي جار بقى سواء كان مسلم ولا مسيحي ولا ايه، حتى لا ده بيتفقدوا بعض في المسائل دي. وانا دايما اضرب المسلسل بتاع خالة صفية والدير، يعني اللي هو وقت العيد ياخد الكعك ورايح الدير، والعكس بقى صحيح، فهو وقت مش عارف ايه يروح جايب لهم كده الهديه يعني. وبالتالي فبدا الاسلام يحث اصلا ويرغب على التفقد. ليه؟ ربما يكون فقيرا. انت بتعمل اكله، لا اكثر من المرقه، مش المرقه اللي انا اعمل مرقه وادي له شوربه يعني، لا اللي الطعام بتاعك عشان تدي له على الاقل طبق، عامل طبق حلويات والله انا انزل له وهكذا. فيبدا النبي بيحث الناس على ان يتفقدوا الجيران. وكان سيدنا عبد الله بن المبارك كان جاره يهودي، فكان لما يجيب اكل يجيب ايه؟ جايب اكل فيجيب نوعين، يعني يجيب كيسين مثلا اكل او حاجه يعني يضاعف الطعام بتاعه. فيروح هو قبل ما يروح على بيته يخبط على باب الجار اليهودي، يروح مديله الايه الحاجه بتاعته، ويروح داخل هو على بيته. جايب لبس فعنده اطفال، فيروح جايب للجار اليهودي وبعدين يروح داخل وبس، وما بيتكلمش يعني، هو بيتفقد يعني. فالجار اليهودي قال له انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت عشان ادخل يعني الاسلام يعني ولا ايه؟ قال له انا قلت لك حاجه؟ يعني انا جيت اتكلمت معاك؟ انا ما اتكلمتش معاك. قال له طب انت بتعمل كده؟ قال له لان ديني امرني بكده، دي اخلاقنا كده، لازم نتفقد الجار. قال له بس يا اخي انا مش مسلم يعني. قال له ولو يكن يعني، ما انت ليك حق برضه في النهايه، فاللي هو حق الجوار. فالراجل قال له وانتوا عندكم يعني؟ قال له النبي علمنا كده عليه الصلاه والسلام. وبدا يقول له ايه تعاليم النبي عليه الصلاه والسلام واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام. قال ان دينا اخرجك واخرج قومك واخرج نبيك لهو دين حق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالقضيه ان هو بدا يتفقد الايه؟ يتفقد الجيران. احنا عندنا بقى لما نيجي نبص في كل شارع، كل شارع مش هقول لك بس اللي هو الشارع بس او الحاره او اللي انت ساكن فيها، فهتلاقي فيه فقراء، هتلاقي فيه مساكين، فلا بد ان تعطف عليهم، ان تعاونهم، ان تمد يد العون لهم. احنا دلوقتي معاكم ومع مشاهدينا شيخ احمد هنشوف حاله من حالات مبادره السبق الخيرات، وعايزه ابشركم ان الحاله دي شغالين في الانجاز بتاعها الحمد لله، باقي حاجات بسيطه وبمساعدتكم طبعا ان شاء الله نقدر نكملها. تعالوا نشوف مع بعض التقرير. من بين كل الوشوش اللي قابلناها في مبادرة فاستبقوا الخيرات، كان وش الحاجة سعدية وجوزها محمد حسين بيحكي وبيوصف حالهم من غير ما يتكلموا. سعدية عبد العظيم عبد الجواد من الجيزة، مش من هنا، من الجيزة، هو دي اللي كان قاعد هنا والنصيب جابنا هنا. أنا بقول لك جاية كنت اتجوزت، جيت من الجيزة على ده اتجوزت هنا، وكان يعني الحكاية ماشية وجوب صحتنا وبنشتغل، بس نادم كبرنا بقى ما قدرناش. والله البيت ما فيه ولا دورة مية ولا أي حاجة فيه خالص يا حاج، بنتمشى كده في الجنان بنعمل. ويجي على الطبيعة يشوفوا هم. يجوا على الطبيعة يشوفوا اللي كان في دورة ما بحسابها ولا في كهرباء ولا في أي حاجة. هذا إحنا ما قلت الآية اليوم بيعدي يوم وراضيين وبنقول الحمد لله. سواء اشتكينا هي ماشية، كتمنا في قلبنا هي ماشية، بس بنقول الحمد لله يعني. أكثر من كده ما نقدرش نقول. يعني عشان هنشكر ربنا سبحان الله وتعالى، هو ربك اللي مطلع. مطلع علينا احنا عايشين ازاي.
عايشين ازاي وماشيين ازاي، وبنقول الحمد لله. بننام في الارض وانا قاعدين على الارض، وعايزين يجوا يشوفوا على الطبيعه كمان، هم يجوا يشوفوا على الطبيعه. بننام على الارض، السرير من النطر اتكسر، نزل علينا النطر كسرته، والحيطان كلها سقطت عليهم. مرضنا هي ماشية، مرضناش هي ماشية، حد يبود حد. أهم شيء تعملوا لنا البيت لحسن، البيت نخل خالص والبتاع القدر كله التاكل، وانت زي ما انت شايف، ولا حول ولا قوة. في ظروف ممكن تحتمل والناس تتعايش معاها، لكن حال الحاجة سعدية وجوزها الحاج محمد حسين محتاج مننا وقفة بجد. أقدر أعمل حاجة، ولا الرجل أقدر يعمل حاجة، ولا البنت اللي شافة تحت رجلها أقدر تساعد معايا. يعني الحالة قدامكم مع الطبيعة. كنت شغال، ما كنتش محتاج حاجة من حد، إنما ربنا كتب عليا إن أنا رجل كبير، هو ما عنديش حتى يومية ما بقدرش أجيبها. الفاس ما بقدرش أمسكها دلوقتي بإيديا، إيديا عاجزة خالص. عيالي معاي، بس كل واحد في بيته. انت يبقى عيالك محتاج الجنيه وهتدي لامك؟ يبقى ابنك جعان وابوك جعان هتدي لابوك؟ لا لا لا, لا. اليومين اللي احنا فاضلينهم بدل البيت ما يكربس علينا انا والبيت والراجل، خش ووريك البتاع البيت. والله يا ابني ما في دره ميه، عاوزين قطين ودره ميه، ويبقى تشكر يا ولدي، اكتر من كده مش عاوزين. الناس اللي شقيت وعاشت عمرها في الظروف الصعبة دي، آن الأوان نريحهم ونوفر لهم أساسيات الحياة. طبعا شفنا مع بعض الحالة، واحنا طبعا عرضناها قبل كده، والحمد لله في استجابة كبيرة جدا من المشاهدين للحالة، وان شاء الله قريب نكون عندهم ونفرح قلوب كل حد ساهم معانا او ساعد في الحالة دي مع الجمعية المصرية. وطبعا أرقام التليفون موجودة على الشاشة، الجمعية المصرية مبادرة استبقوا الخيرات، لو أي حد حابب إن هو يساعد في الحالة اللي شفناها دلوقتي أو في أي حالة من اللي بيتعرضوا عندنا في البرنامج. وزي ما بنقول إنه إحنا من ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لازم نراعي بعض ونبص على بعض، وحتى لدرجة حتى جاري لازم ابص هو ناقصه ايه او محتاج ايه. فهم كمان احنا نعتبرهم في الدايرة بتاعتنا بتاعت الحاجة اللي احنا نبص عليهم ونساعدهم، وهم يعني ناس كبار ما عندهمش مثلا ولادهم ان هم يقدروا يساعدوهم. كل حد فينا يعتبر ان هم ان احنا ولادهم، يعني ان هم اب وام محتاجين مساعده يعني. وانا بس انا زي ما أنا بنقول أنا حتى اساسيات الحياه مفتقدينها. صحيح صحيح. احنا يعني هو الدنيا واقفه لغايه فين دلوقتي؟ يعني الاشكاليه في ايه دلوقتي؟ يعني احنا انت حضرتك يعني بيقولوا ان هم خلاص قربوا ان شاء الله باذن الله. هي حتى هم محتاجين سقف، محتاجين باب، محتاجين حمام، يعني هم بيقولوا عاوزين اوضتين حتى وصاله ودوره ميه. يعني القضيه فده انا عارف ان الزمن دلوقتي الحياه فيها يعني الدنيا الاسعار صعبه شويه، عشان نيجي نبني اوضتين ولا نعمل حاجه ده او المبادره يعني تبني اوضتين ولا حاجه ده ممكن تكون لها محتاجه تكلفه كبيره جدا. اكيد. فعشان انا هبني اوضتين وهقعدهم على ايه؟ محتاجين عفش. محتاجين طبعا. عفش طبعا. محتاج الست دي معلش يعني انا شايف ان اصل التلاجة بقت من ضروريات دلوقتي مش رفاهيه ولا حاجه، يعني فمحتاجه اللي هي ضروريات الاجهزه الاساسيه. الاجهزه الاساسيه احنا مش بنتكلم اللي هي اساسيه،
اللي هي حاجة تقدر نقول لها جزاك الله خيرا، اللي هي تقدر تساعد الحاجة دي، اللي هي الغسالة اللي تقدر يعني ها ما تغسلش على ايديها لانها بالسن ده ربنا يبارك في عمرها يا رب ان هي تحاول. واحنا قلنا كمان قبل كده ان بعد كده ثم ماذا؟ يعني بعد كده هيروحوا فين؟ ما هم محتاجين على الاقل احنا يعني دخل شهري، دخل شهري، فاحنا لازم نفكر كمان الناس دي يعني ايه الدخل الشهري اللي هيدخل لهم اصلا. ده مهم جدا اللي احنا نتكلم. على اي حال يعني احنا انا يعني ارجو من يعني ان شاء الله بس يعني الناس تتفاعل ان شاء الله مع دي ويبداوا يتواصلوا مع المبادره. الحاجه الثانيه اللي انا محتاج اتكلم فيها ان الصدقه جايه من الصدق، اللي هو بمعنى ايه؟ بمعنى انا بطلع حاجه لله عز وجل، فلابد ان تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. انت صادق ولا مش صادق؟ هي دي مهمه جدا. اللي انت وانت بتطلع ده دليل على الصدق، اللي هو يا رب انت اكرمتني بمال وانا انفق بعضا، انا دايما اتكلم اهو، بعضا من المال في اوجه الخير النافع. مهم جدا المسائل دي. وانت حضرتك قلتي اللي احنا بنعتبرهم اللي احنا في الدايره بتاعتنا، لا ده الوطن بتاعنا ده كله وطن، ده جزء واحد لا يتجزا اصلا. فالناس اللي في الصعيد هم اهالينا، والناس اللي في سيناء هم اهالينا، والناس اللي في مطروح هم اللي اهالينا، الناس دي كلها اهالينا. وانا شايف ان تقريبا المهند وهو بيتكلم في التعليق يعني فبيقول يعني ان ان الاوان بقى الناس دي تعبت في حياتها عشاننا. صحيح، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاف راجل وهو كان من اهل الكتاب يعني فمالك وبتاعه ومش قادر، فقال له والله يعني اصل ما فيش ولازم اشتغل واجيب فلوس، فقال والله لا ما انصفناه كبيرا، يعني احنا كده ما انصفناهوش لو احنا نسيبه بالطريقه دي، ثم قسم له شيئا من بيت المال. فهو ده اللي احنا محتاجين، ان الناس لو سمحتوا يا جماعه الناس لابد من قضيه التفاعل، ومش عاوز، ولذلك انا بقول مش تفاعل اللي هو تفاعل اللي هو الناس تنفق خلاص، لا ده انا محتاج ان الناس كمان تاخد عناوين، ان هو يا جماعه محتاجين ان احنا نروح ونشوف. فواحد يقول والله انا هعمل لهم شهريه اطلعها لله تعالى، أو واحد يقول والله احنا ممكن نعمل للست دي كشك صغير كده تقف فيه يبقى على قدها، او الحاج ربنا يبارك فيهم فيطلعوا حاجه، اللي هو الفاعليه ايه؟ انتاج واستمراريه. فانا مش محتاج ان انا اعمل لهم واسيبهم وامشي، طب هياكلوا منين بعد كده؟ طب هيشربوا منين بعد كده؟ فانا لازم ان انا اتفاعل مع الحاله دي، اللي هو المعادله اللي انا دايما اقولها كده، الفاعليه انتاج، فانا عملت انتجت، بس في جزء لسه من المعادله ناقص اللي هو الاستمراريه. هكملها امتى دي؟ يبقى انتاج مع استمراريه بيديني ايه؟ بيديني الفاعليه. ودايما ارجع واقول كده ما نقصت صدقه من مال، او ما نقص مال من صدقه كما في الروايات. فده مهم جدا، يعني اوعى تفكر وانت بتطلع حاجه لله عز وجل ان المال ده ناقص، يعني بقوا 100 بقوا 80 وانت عمال تفكر ابدا، ده هم دول اللي هيجيبوا لنا الرزق كله، هو ده اللي هيجيب لك الصدقه دي، هي اللي هتجيب لي الرزق، هو ده اللي هيجيب لك الرزق. واستعن الناس، وانا ده بقى نصيحه يعني، استعينوا على نوائب الدهر بالصدقه. ده اللي احنا محتاجين اللي احنا نختم بيه، استعينوا على نوائب الدهر بالايه؟ بالصدقات. بشكر حضرتك جدا في نهايه فقرتنا يا شيخ. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية مع الأستاذ الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة وأستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. هنشوف معاه تجارب حقيقية وقصص نجاح لحالات قدرت تتجاوز مشكلة السمنة المرضية بحلول طبية فعالة وناجحة. تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم، انا اخوكم ابراهيم السماحي، محافظه كفر الشيخ، سني 36 سنه، وزني الحالي 170 كيلو. ان شاء الله هعمل عمليه تكميم مع الدكتور كريم. طبعا انا بعاني من السمنه من سنين، من الصغر يعني، وطبعا عملت كام مره دايت وفشل، وكنت برجع بالوزن ازيد من الاول، وبدأت أدور بقى على موضوع العمليات لما سمعت عنها وعن تطورها الأيام اللي فاتت.
وطبعا شفت الدكتور كريم، انسان على خلق عالي، انسان محترم جدا، وشفت حالات كتيره للدكتور كريم. وما جيت قابلته وقعدت معاه شجعني، ولقيت مقابله محترمه جدا منه وطمني اكتر، والشكوك اللي كانت بالنسبه للعمليه بالنسبه لي راحت خالص. وانا النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل عمليه تكميم، ودعواتكم ليا. وطبعا انا مش عايز اقول تاني، الدكتور كريم ده اخ فاضل وانسان على خلق عالي جدا. اهلا بيكم. النهارده هنقول لكم على تكميم المعده. تكميم المعده بالمنظار هي عمليه الهدف منها انقاص الوزن، الهدف منها برضو علاج الامراض المصاحبه للسنه المفرطه. استاذ ابراهيم 170 كيلو، احنا هنعمل له تكميم معده. تكميم المعده الحقيقه من العمليات القويه في انقاص الوزن، قويه في علاج الامراض المصاحبه للسنه المفرطه زي الضغط والسكر والكوليسترول دهون الكبد، كل الامراض المصاحبه للسنه المفرطه. كمان تكميم المعده بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، ويعني ممكن تكون حاجات ميني صغيره جدا. تكميم المعده كمان يمكن اجراءها خلال ثنيات الجلد المخفيه زي البكيني لاين. تكميم المعده يمكن اجراءها باستخدام الدباسات الامريكيه العاديه، ويمكن اجراءها بالدباسات الامريكيه الالكترونيك اللي هي من شركه نيترونيك السيجنيا، او الدباسه الالكترونيه دي بتستخدم التدبيس الثلاثي. بيبقى طبعا احكام اكتر على الانسجه، تقليل في نسبه التسريب، نسبه النزيف ما بعد اجراء العمليات، بتقلل يعني طبعا فرصه المضاعفات بنسبه كبيره جدا. التخلص من جزء كبير من المعده بيخلي الشبع بيزيد والجوع بيقل، لان طبعا تخلصنا من جزء كبير جدا من هرمون الجوع، وبالتالي الشبع بيزيد على فترات كبيره جدا وما بنجوعش الا على فتره اكبر، وبالتالي انزال وزن بصوره صحيه سليمه. طبعا احنا بنحاول ان احنا نبعد عن السكريات، الشوكولاتات، الايس كريم، الحاجات اللي فيها شوجرز كتير ما بعد تكميم المعده، بحيث ان هي يعني تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص، وبالتالي في بعض التحفظات ما بعد اجراء العمليه بالنسبه للسكريات والشوكولاتات والحاجات اللي فيها طاقه عاليه. خروجنا من المستشفى بعد 12 ساعه بنرجع لنشاطنا بعد يوم من اجراء العمليه. هطمنكم على بعض كل ان شاء الله العينين النهارده في الليست، وان شاء الله الاستاذ ابراهيم يقوم بسلامه، واطمنكم عليه بعد العمليه ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي. يمكن دباسه جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سنتي الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سنتي، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده Advanced Bipolar Technology اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة
بطريقة آمنة ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة هوميستاسيس، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدبسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اخوكم ابراهيم السماحي. كان وزني 170 كيلو، عملت عملية تكميم معدة مع الدكتور كريم الحمد لله، وعدتكم ان انا اشوفكم ان شاء الله بعد التصوير بعد العملية، والحمد لله انا زي الفل دلوقتي. طبعا الحمد لله ما فيش ألم خالص، وزي ما الدكتور كريم وعدني الحمد لله ما حسيتش بأي حاجة، والموضوع عد بسيط، وان شاء الله تبقى يعني ولادة جديدة ليا من جديد مع بعد العملية يعني. وطبعا انا تعرفت على الدكتور كريم عن طريق جماعة اصحابي يعني كان عاملين عملية عنده، وبرضه شفته على الانترنت وعلى الصفحة بتاعته، انسان على خلق عالي ووقف جنبي وقفة كويسة ودعمني
وانا بنصح الجميع يعني ان شاء الله الدكتور كريم صبري اخ فاضل وانسان على خلق، والحمد لله انتم شايفيني بعد العمليه الحمد لله زي الفل، وقمت اتمشيت بعد العمليه بثلاث ساعات وما كانش في اي حاجه، وبدات اشرب والامور تمام الحمد لله، وما حدش يتردد يعني ان شاء الله في العمليه، وان شاء الله تبقى تغيير جذري لاي حد بيعاني من السمنه طول حياته، والحمد لله على كل حال. وزي ما انتم شايفين اهو الحمد لله انا زي الفل. اهلا بيكم. احنا بعد العمليه استاذ ابراهيم عمل تكميم معده الحمد لله، عمليه تكميم معده بالمنظار. طبعا في فرايتيز كتيره جدا من تكميم المعده، لكن هي فكره تكميم المعده يعني هي تصغير حجم المعده بحيث ان احنا ناكل كميه صغيره نشبع بسرعه، ما بنجوعش على فتره كبيره بحيث ان يبقى فتره الشبع اكتر شويه وكميه الاكل اقل يعني عما كان قبل العمليه. الحاجة التانية ان احنا بنصل للامتلاء بدري قوي، لان حجم المعدة لو شفتوه بقى في الاشعاعات الثلاثية ما بعد العملية هتلاقي حجم المعدة قد لا يتعدى 120 سنتي، وبالتالي بنصل للامتلاء بدري. المخ بياخد اشارات بدري وتكون سريعة ان احنا وصلنا للامتلاء بسرعة جدا عكس الطبيعي اللي كان بيحصل ما قبل اجراء العملية. طبعا العملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة اللي هي المنظار العادي اللي طبعا فتحات صغيرة جدا، يعني بعد ساعتين ثلاثة بنبتدي نتمشى، ست ساعات بنشرب، المفروض يعني خروج خلال 12 ساعة ما بعد إجراء العملية. طبعا السرعة في الخروج هو ضمن منظومة الفاست تراك. الفاست تراك معناها انه في مجموعة أدوية، مجموعة تنظيمات، مجموعة ترتيبات للمريض بحيث ان هو يخرج في وقت صغير. احنا كنا بنسمع زمان على تكميم المعده او تحويل المسار انه بيقعد في المستشفى بالاسبوع، لكن دلوقتي 12 ساعه كافيين جدا ان انت تعمل العمليه بتاعتك وتخرج بالسلامه، يعني نص يوم تقريبا. احنا بعد العمليه مش لازم نقعد في البيت فتره كبيره، احنا بعد الخروج اليوم اللي نخرج فيه نقعده في البيت، ولو ممكن ناخد يوم كمان لو يعني الوزن كبير قوي، لكن احنا بننصح الناس كلها انها تنزل شغلها على طول، ما تقعدش في البيت فتره كبيره وتمارس نشاطها الطبيعي، لان العمليه اصلا بالمنظار ما فيهاش فتح جراحي اللي هو يعني المعتاد، فالمنظار سهل كتير جدا من العوده للعمل والرجوع للنشاط الطبيعي. اي نشاط ممكن نمارسه عادي، يعني ما فيش مشكله في سواء شغل فيزيكال او شغل منتال اكتر، يعني ما فيش مشكله ان احنا نرجع لحياتنا الطبيعيه. خلال الاسبوعين اللي هم بعد العمليه بنمشي على يعني مجموعه تغذية معينة تناسب حجم المعدة أو تناسب طبيعة المعدة ما بعد إجراء العملية. الأسبوعين بقية الشهر الأول بنبتدي ناكل بس بطريقة برضو منتظمة، مع انتهاء الشهر الأول بيتم يعني إن احنا ممكن ناكل أي حاجة اللي هو الطبيعي بالنسبة للبيت العادي بس في كميات تتناسب مع حجم المعدة. احنا بننصح طبعا بممارسة الرياضة أو المشي يعني طبعا في أول شهر، و ممارسة الرياضة بصورة أكبر شوية بعد الشهر الأول، ده بيساعدنا في إن احنا ننزل يعني بصورة صحية أكتر، الجلد بتشد أكتر، إن احنا يعني نبقى بنحرق أكتر، وبالتالي اللي احنا عايزين نوصله من شورت فيديوز دي إنه تكميم المعدة عملية سهلة قوية في إنقاص الوزن، آمنة تماماً باستخدام التقنيات الحديثة، مجموعة الفاست تراك في التخدير، باستخدام الدباسات اللي هي الذكية في إجراء العملية، الدباسات الإلكترونية. طبعا كل دي تقنيات بتسهل، وحتى يعني احنا بنركز في الحاجات الصغيرة بالنسبة للتخدير كمان. التخدير طبعا حتى الأدوية بتاعت التخدير لازم تكون ضمن منظومة الفاست تراك، بحيث ان المريض بمجرد انه يخلص العملية يبتدي ان هو يعني يبقى فايق وصاحي يعني للمجتمع او صاحي للي بيحصل حواليه، مبقاش زي زمان ان احنا نقعد فترة كبيرة، لا دلوقتي الانظمة الفاست تراك نظمت الامور اكتر شوية وبقى الافاقة اسرع، وكمان باستخدام المناظير الحديثة في اجراء العمليات سهلت اكتر على الجراح، سهلت اكتر على المريض. عايزين نقول انه رسالتنا ان عمليات السمنة هي عمليات امنة تماما، عمليات يمكن عملها وخروجنا في وقت قصير قد لا يتعدى نص يوم او 12 ساعة في المستشفى، وبنصح كل الناس ان هما كل واحد ياخد خطوة ايجابية ان هو يكسر السايكل بتاعة الوزن،
لان السمنه دايما بتحبس الانسان جواها. اتخلص من السمنه، اتخلص من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، وتمنيتنا لكل الناس بالشفاء وان هم يتخلصوا من وزنهم، ونطمنكم على كل الناس ان شاء الله. ونقول للاستاذ ابراهيم الحمد لله على السلامه. شكرا شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس.